قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح الأظرفة الخاصة بعروض المالية لسنة 2020، وحسب المدير العام للوكالة إسماعيل جوزي فإن الوكالة استقبلت 62 ظرفا وتم رفض 20 منها لعدم تطابقها لأحكام دفتر الشروط، فيما منحت أو منحت الوكالة 6 مواقع منجمية في انتظار منح المواقع الأخرى في المزايدة المقبلة. تغطية كانت لفوزية مساعدي. قمنا بفتح الأظرفة التقنية التي كان عددها 82، وفي هذه المدة في فتح الأظرفة التقنية استقبلنا 62 ظرف ورفضنا 20 ظرف، و 62 ظرف هذا قمنا ب إجاين كوميسيون أدوك وقمنا بفحصها واستقبلنا 32 ظرف، واثنين ما بين هذه 32 ظرف اليوم جاونا 12. كما قلت لكم استقبلنا 12 ظرف ومنحنا 6 مواقع منجمية. 6 مواقع هذو المبلغ تاعهم تاع المشاركة 413 مليون و621 ألف دينار جزائري. من جهة أخرى أكد أصحاب المؤسسات الفائزة في المزايدة عن أملهم في تطوير نشاطهم في قطاع المنجمي. سي ميسيونينا في الرمل تاع بسكرة تاع بوسعادة اللي تبع الجلفة تبع المسيلة تبع المسيلة تحصلنا على الرمل. احنا في إطار تطوير الشركة تاعنا ديجا احنا رانا نستثمر دوك في حاليا في جبل تاع حجرة لا كارير تاع ديزاغريغا، زدنا حبينا نطوروا شركه، زدنا سي ميسيونير في هذا الجبل تاع الرمل. مكتوبنا الحمد لله كان من نصيب تاع المؤسسه تاعنا من قبل كورونا وحنا نحطوا الارض، من بعد ولينا دوزيام فا كيف كيف، والاخر من بعد حتى سرح ربي اليوم.